طيب خليني هنا ممكن سيادة النائب عاطف مغاوري أشار على مسألة العفو واللي مستمر دفعة ورا تانية. اللي أنا أشوفه واللي أنا ألاحظه واللي أنا ألمسه أنه تقريبا هو كل القوى السياسية بتشيد بخطوات العفو الرئاسي وخصوصا الدفعة الأخيرة، ولجنة العفو الرئاسي اللي بتشتغل طول الوقت على حاجة مهمة جدا، دمج المفرج عنهم بموجب اللجنة وعودتهم لعملهم. يعني المسألة مش بس هيطلع لكن يحصل عملية الدمج والعودة للعمل. هنا بقى نقدر نشوف يعني إيه دولة بتشتغل على رعاية وتفعيل دور الحوار الوطني ورعاية أبنائها. يعني في النهاية اختلافنا في السياسة، أنت الآن حر طليق، لازم تدمج داخل المجتمع وتعود إلى عملك وما إلى ذلك. معنا على التليفون سيادة النائب العزيز الصديق الأخ الرائع محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عضو مجلس النواب المصري. منور. مساء الخير صديق العزيز النائب يوسف الحسيني. كل يعني مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. مساء الفل يا محمد. اول ما بتقول النائب يوسف دي بتملي ضحك، يعني لان انا اتذكر ايامنا الكتير مع بعض وصداقتنا التي لا اتمنى ابدا انها تنتهي ما دامت الحياه. اتشرف طبعا بالصداقه دي. احنا اللي يا بختنا. قول لي سياده النائب، دلوقتي لجنه العفو والدفعات بتشوفوا ده ازاي؟ يعني مش هقول لك بقى كنائب، ولكن كرجل مارس السياسة أو يمارس السياسة الآن تقريبا 20 سنة يا محمد. يعني خلينا أقول إنه الدفعة اللي خرجت النهاردة اللي مكونة من 25، لو جمعناها على الدفعات اللي بتخرج بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة، نقدر نقول إن إحنا النهاردة تجاوزنا رقم 1000 منذ بداية عمل اللجنة. يمكن دي أول مرة أعلن عن رقم صريح بهذه الدرجة. إحنا النهاردة ال 25 اللي خرجوا تجاوزنا رقم 1000 منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة مع إطلاق السيد الرئيس لهذه المبادرة مع إفطار الأسرة المقبلية. بشوف ده في إن إحنا في مرحلة مختلفة، مرحلة تثبيت دعائم الدولة بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو ومكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه المرحلة التي كان هناك مجهود كبير في مكافحة الإرهاب انتصرت فيه الدولة المصرية وانتصر فيها الشعب المصري أيضا بوقوفه ومساندته رغم الظروف الصعبة للدولة المصرية. نحن الآن في مرحلة الاستقرار، دولة قوية قادرة أنها تهزم الإرهاب شر هزيمة، وقادرة في نفس الوقت أنها تتحاور مع شبابها وتفتح مجال مختلف للنقاش السياسي اللي على أساسه الاختلاف في الوطن، الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. صحيح. وفي هذا السياق هنلقى أنه السيد الرئيس حينما أطلق هذه المبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو أطلقها أيضا مقترنة كمقدمة للحوار الوطني، ولذلك أنا بشوف الصورة بشكل أشمل في أنه بناء الجمهورية الجديدة يستلزم اتخاذ إجراءات لصالح الشباب السياسي اللي ربما اختلف في الرأي في مرحلة من المراحل، لكنه بكل تأكيد لا يمكن أن يختلف على الوطن، ولا يمكن لأحد أن يحول الخلاف في الرأي إلى خلاف على الوطن. طيب محمد، يمكن أنتوا في التنسيقية عندكوا الحالة الجامعة، يعني الناصريين والماركسيين والليبراليين وطيار محافظ، يعني عندكوا كل ألوان الطيف السياسي جوه التنسيقية، وفي نفس الوقت أنا هاخد ده وهرجع لورا زي ما بقول لك 20 سنة من ممارسة العمل السياسي في حالتك يا محمد، ممارسة العمل السياسي من مربع المعارضة، وكفاية إلخ 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 وصولا إلى المجلس، وبرضه بمواقف واضحة جدا تقف على يسار الحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى تجلس على يسار المنصة. مسألة إنه يا جماعة لا، أصل اللجنة لسه ما مش شايفين إنه الدور شغال قوي، أصل لا ده اللجنة يدوب طلعت 1000، إحنا كنا عايزين 4000. يعني بتشوف ده إزاي؟ يعني ولو هحط مقارنة من أيام خليهم يتسلوا حتى هذه اللحظة. لا، إحنا أمام مدرستين مختلفتين في كل شيء يا يوسف، وانت حبيبي. يعني مارست معانا العمل العام والعمل السياسي في هذه السنوات الطويلة،
في مدرسه كانت بتاجل كل القضايا، انا بتكلم عن مدرسه ما قبل 2011، بتاجل كل القضايا الكبرى، لا تريد ان تتخذ قرارات حاسمه. وده كان ليس فقط في المجال السياسي او في مجال خليهم يتسلوا وغيره زي ما انت فضلت، لا، فكل المجالات، حتى التنمويه، حتى الـ مثلا انتشار ظاهره العشوائيات، انت بتتجاهل، بتعمل نفسك مش شايف الظاهره. المدرسه اللي احنا السياسيه اللي بتدير الدوله الان بتدخل في كل القضايا بشكل متوازي، وعلشان تسير بشكل متوازي المهم انك تحقق نجاحات في كل محور بشكل متوازي. وده حاصل مثلا انك بتعمل مبادره زي حياه كريمه، وفي نفس الوقت تطلق الحوار الوطني، وبتطلق لجنه العفو الرئاسي علشان خاطر تعالج ملف كان فيه مشكله نتيجه لظروف صعبه امنيه مرت بيها البلد في مكافحه الارهاب، فكان لابد من اتخاذ خطوات امنيه قويه. ولذلك في مرحله استقرارك، في مرحله الانتصار الدوله المصريه والشعب المصري على الارهاب، بيكون في اريحيه اكتر لانك تمضي قدما في ملف البناء السياسي والتحول الديمقراطي واطلاق الحوار الوطني، ودي كلها قضايا شايفين نتائجها على الارض ازاي. ومواقفنا داخل مجلس النواب هي مواقفنا المبدئيه اللي احنا متبنيينها طول الوقت، اللي هي منحازه للشعب المصري، بنقف في مجلس النواب في صف الحكومه اذا انحازت للشعب المصري والطبقاته الاجتماعيه الاكثر احتياجا، ونختلف مع الحكومه ونعارضها ونقومها اذا حادت عن هذا الامر. وشايف ان هو ده الدور الطبيعي لممارسه العمل السياسي وممارسه العمل الوطني. انا الحقيقه مش قلقان من انه هناك بعض الاراء ممكن تبقى مختلفه مع عملنا، او شايفه ان ده ليس كفايه، يعني مش كفايه وعايزين اكتر، ده كلام طبيعي. واحنا حينما طول الوقت كنا بنمارس العمل السياسي، وانت تتذكر ده، كنا بننصح كل السلطات وكل الحكومات الا تضيق ذرعا بالانتقادات. فلما نكون احنا مسؤولين عن حاجه، من باب اولى ان احنا ننصح انفسنا في اننا نتحمل النقد، وان وجهات النظر المختلفه معانا نرحب بيها ونقدرها، وبنقول لهم ان احنا بنعمل بكل ما نستطيع من اجل انه ملف العفو الرئاسي وملف الحوار الوطني ودورنا في مجلس النواب انه يؤدي النتائج الافضل حق. من اجل المواطن المصري. عندك حق، عندك حق 100%، يعني او كما جرت العاده عندك حق فعلا يا محمد. الف شكر ليك سياده النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب ولجنه حقوق الانسان بالمجلس.